وللحديث أكثر عن الانتهاكات التي تتعرض لها نساء العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث القانوني في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان الأستاذ محمد عماد. أهلا ومرحبا بك. أهلا بكم. بداية، المراكز الحقوقية في العراق سجلت اعتقال 4 نساء نازحات من الأنبار في الموصل وسامراء، بما تفسرون تزايد الاعتقالات في صفوف النساء في الفترة الأخيرة؟ نعم، في البداية تحية لكم وللسادة المشاهدين وكل عام وأنتم بألف خير، وانطلق من سؤال حضرتك بالتأكيد في التحليل الحقوقي لازدياد حالات الاعتداء على النساء، سواء كان بالاعتقال أو بالإخفاء القسري أو حتى بالممارسات داخل السجون العراقية الرسمية، لأن هناك العديد من الحالات حتى وإن كانت هناك حالات فردية، لكن هناك مؤشر في ارتفاع الانتهاكات تجاه حقوق المرأة في العراق، لا سيما أن من يقوم بتلك الانتهاكات للأسف هي السلطات الرسمية أو بعض من الأشخاص المتنفذين داخل السلطات العراقية، والحكومة العراقية تعلم ذلك علم اليقين بسبب التقارير الحقوقية المتعددة التي تصدر من الجهات الحقوقية سواء المحلية والدولية، لكن لا يوجد هناك أي تحرك حقيقي على أرض الواقع لوقف تلك الانتهاكات. ما نراه من صمت للسلطات العراقية تجاه ما يجري بحق النساء العراقيات، وايضا ما يجري من تصاعد من وتيره الانتهاكات والاعتقالات بحق النساء العراقيات، هو مؤشر وتحليل على ان الحكومه هي تنتهج مثل هذا السلوك، ترضى بان يكون هناك انتهاك للدستور العراقي وللقوانين الدوليه، لا تحرك اي رده فعل تجاه ما يجري في الاراضي العراقيه، وهذا الامر يعطينا صورة واضحة على أن السلطات العراقية تتحمل المسؤولية بشكل أو بآخر، سواء كان السكوت الذي تقوم به هو سكوت ضمني أو أيضا أن يكون هناك سكوت متعمد، كون أن هناك بعض الأفراد المتنفذين في السلطة العراقية هي التي تقوم بقيادة دور الانتهاك بحق النساء في العراق، لا سيما في الآونة الأخيرة والشهور الأخيرة التي شهدت تصاعد لوتيرة الانتهاكات بحق النساء في العراق. الاعتقالات هذه المرة تطال النازحات، ما الجرائم التي يمكن أن ترتكبها النسوة النازحات وهن تحت رقابة مزدوجة من الأجهزة الحكومية والميليشيات؟ بالفعل دعنا نؤكد على أن النساء النازحات هن من واجهن الظروف المأساوية الصعبة، والذين تركوا بيوتهم وعوائلهم بسبب الأحداث التي تجري في العراق، وهذا الأمر يسلط الضوء على أن الحالة الإنسانية بدلا من أن يكون هناك اتجاه من قبل الحكومة العراقية بتوفير الضمانات الحقيقية والحقوق الأساسية لأولئك النازحين والنازحات العراقيين بسبب الأوضاع التي يعانونها، وجدنا أن هناك الحمل الأكبر بانتهاك حقوق تلك النازحات أو النسوة العراقيات، سواء كان بالتهجير وأيضا الاختطاف والابتزاز والتهديد بعدة فظائع وجرائم، منها أيضا حرمانهم من عوائلهم وأبنائهم، كان هناك عدة حالات تم توثيقها بابتزازهم بعوائلهم وأبنائهم، ابتزاز أولئك النسوة بعوائلهم وأولادهم، وأيضا في خطر إخفائهم قسريا. وهنا السؤال المطروح حقيقة، ما الذنب الذي اقترفته تلك النسوة ليقوم بها لتقوم تلك السلطات العراقية وبعض القوات الخارجة عن القانون بتهديد أولئك النسوة في عدة مراحل، سواء كان داخل مخيمات النزوح وأيضا خلال تنقلهم من مخيم إلى آخر. حقيقة ما يجري داخل مخيمات النزوح بشكل خاص وأيضا على مستوى الأراضي العراقية بشكل عام مؤشر خطير في حال استمرار تلك الجرائم، وأيضا في حال عدم وجود أو تحمل السلطات العراقية وأيضا السلطات التشريعية العراقية مسؤوليتها تجاه ما يجري من أحداث في الأراضي العراقية. في حسب التوصيف القانوني تسمى الحالة التي حصلت أنها ضبط تعسفي، هل رصدتم تزايد للاعتقالات التعسفية ضد النساء في العراق؟ السيد الكريم، حقيقة ما يجري في الأراضي العراقية بشكل عام تجاه المواطنين والأفراد هناك ارتفاع ملحوظ وغير مبرر من قبل السلطات العراقية وبعض قوات الأمن وبعض الخارجين عن القانون بالإخفاء والاعتقال التعسفي، هذا أولا. أيضا ما عبرنا عن خشيته من خلاله أن هناك تزايد في ضبط واعتقال النساء بشكل تعسفي وأيضا دون توجيه أي تهمة قانونية، بمعنى النساء الأربع نساء الذين تم اختطافهم أو تم اعتقالهم وتقييدهم مؤخرا لم يتم توجيه أي تهمة قانونية إليهم ولم يتم عرضهم على السلطات القضائية أو توفير إليهم الدفاع القانوني المناسب لأولئك النسوة من أجل دفع التهم إن كانت هناك تهم حقيقية، بمعنى أن إلى هذه اللحظة لم تقم السلطات العراقية أو لم تقدم السلطات العراقية أي ورقة أو اتهام رسمي يمكن من خلاله أن تقوم تلك النسوة بالدفاع عن أنفسهن في مواجهة التهم أو في مواجهة السلوك الغير مبرر من قبل السلطات العراقية باعتقالهم بشكل غير تعسفي في خلال الأسبوع الماضي. طيب، هذه الاعتقالات غالبا ما يتبعها إخفاء قسري للنساء المعتقلات،
ألا تعد هذه الحالة جريمة حسب القانون الدولي الإنساني؟ نعم، بطبيعة الحال هذه جريمة، وجريمة يعاقب أو تساءل عليها أو تحرك المسؤولية الجنائية الدولية بحق مرتكبها، بمعنى أن الإخفاء القسري لا سيما الإخفاء المبرر تجاه طائفة معينة أو جنس معين أو عرق معين هي جرائم من جرائم ضد الإنسانية والتي تحرك معها المسؤولية الجنائية الدولية. وبالتالي هنا الرسالة يجب أن تكون للحكومة العراقية أن مثل هذا السلوك يضعها كاملة، يضع كامل مكونات الحكومة العراقية في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية، لا سيما وأن هذا السلوك ينضوي على خطورات عدة أو عدة أمور عدة تخالف القانون الدولي. أولا هو يخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وايضا يخالف الاتفاقيات الدوليه التي جرمت الاخفاء القسري، وايضا الاتفاقيه التي ضمنت الحمايه الخاصه للنساء والاطفال، بمعنى ان القانون الدولي كفل للنساء والاطفال وكبار السن مجموعه من الضمانات والحمايه الخاصه، بالاضافه الى ميثاق روما المشكل للمحكمه الجنائيه الدوليه. كل هذه الاتفاقيات وغيرها في مجموعها تعطينا صوره بان هذه الانتهاكات تشكل جريمه ضد الانسانيه، وايضا تستجوب معها تحريك المساءله الجنائيه الدوليه بحق مخالفي ومرتكبي مثل هذا الجرم، في حال لم تقم الحكومة العراقية بتقديم الجناة أو مخالفي الاتفاقيات الدولية عما ارتكبوهم من سلوك تجاه المرأة العراقية وتجاه الأفراد العراقيين الذين تستمر بحقهم الانتهاكات منذ عدة شهور متواصلة دون أن يكون هناك تحرك أو مبرر حقيقي لوقف مسلسل الانتهاكات بحق العراقيين في الأراضي العراقية. هل رصدتم أي رد فعل من قبل الأجهزة الرقابية على هذه الجرائم ضد النساء في العراق؟ للأسف سيد الكريم إلى هذه اللحظة وبرغم التقارير والمناشدات والبيانات التي نقوم بإرسالها وأرسلناها خلال المدة الماضية منذ عدة أشهر إلى هذه اللحظة لم نتلقى أي رد أو تحرك حقيقي على أرض الواقع، عفوا بمعنى أن كان هناك تصريح للحكومة العراقية بأنها ستفتح تحقيق تجاه ما يجري في الأراضي العراقية من انتهاكات وأيضا ما يجري من انتهاكات بحق النسوة في العراق، لكن إلى هذه اللحظة لم نشهد أي ردة فعل حقيقية، بمعنى أن نستغرب ردة فعل الحكومة العراقية بأن هناك العديد من المؤسسات الحقوقية كالمصدر الأور المتوسط وغيرها التي تقوم بنشر تقاريرها وبياناتها والتي تسلط الضوء على الانتهاكات بحق المواطنين والأبرياء العراقيين داخل الأراضي العراقية، لكن إلى هذه اللحظة لم نشهد أي تحرك حقيقي أو تغيير جذري على أرض الواقع أو أي ممارسة توحي بأن هناك مساءلة حقيقية من قبل الحكومة العراقية تجاه ما يجري من انتهاكات أو أن الحكومة العراقية اتخذت قرار بأنها ستقوم بوقف مثل هذه الانتهاكات، لأن للأسف من يقوم بمثل هذه الانتهاكات أطراف طالعين في الحكومة العراقية وبعلم الحكومة العراقية للأسف. نعم، الباحث القانوني في المرصد الأور المتوسطي لحقوق الإنسان الأستاذ محمد عماد، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.